والمفاجأة ديال الحلقة ديالنا اليوم هادو صنيدلات ديال المناسبات ديال تركيا. شوفوا غنبداو لكم بهذا الموديل اليوم. اليوم 100 درهم. قولي البنات كيفاش كتجي في اللبسه ديالها؟ ها انتم هادي كيجي فيها جوج تلوينات ديال المناسبات وجاي العيد. كاين اللي كيبغي هكا صنيدلات تبارك الله. شوفوا ليا هذه البنات ان شاء الله مر عيد العريس بالجماهير. اييه هذه محبوبه الجماهير. شوفوا ليا كومبونسي وغوما غوما كومبونسي وغوما. الموديل هذا تصرنا فيه بزاف باش كنا في الاول الفيديو كنا بيناه في برشا سيدي عثمان وخدم لينا لقى اقبال كثير. اكيد غنعاودو 100 درهم ولا رجع اخويا وري علينا. ها انتم هاد الصنداله البنات تبارك الله ما شاء الله خدمه ديال سباليون اخويا هادشي تبارك الله ما شاء الله واعره. ما كنحاولش نكثر على المشاهدات ديال بزاف ديال الالوان. علاش كندير لهم الالوان اللي فيها فوز هادشي الجديد اخويا يوسف. اش هادشي اخويا تبارك الله. شوفوا لي تبارك الله هادي دوك العشاق. انتم البنات كيفاش كتجي ملبوسه؟ البنات كتجي دابا اخر ما كاين. شوفوا لي في الارميس انتوما. شوفوا لي البنات حنا لبسنا لكم الماغون. شوفوا لي الماغون كيفاش كتجي. ها هي البنات شكيل كيفاش كيجي في اللبسه. هذه المحذوره لبسنا لكم المحذوره البنات. السلام عليكم متتبعات قناه غزاله بريستيج. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم بالضبط حنا متواجدين في المعارف بريمو موضه المحل ديالكم المفضل البنات. بالنسبه للعنوان المعارف زنقه بنو نفيس انفاس مع لا كولومب مع لابوغاتوار لا كولومب. ماشي الباتيسري البنات لا لابوغاتوار هي هذه لابوغاتوار لا كولومب. المحل اسم ديالو بريمو موضة وهذا واحد ديديكاس البنات للمتتبعات اللي تلاقيت بهم خصوصا الاخت خديجة متتبعة وفية البنات. قبل ما نبداو اختي بارطاجي الفيديو وديري واحد اللايك وخلي لي كومونتير امدوا على بركة الله. السلام عليكم خويا يوسف كي داير لاباس عليك؟ متتبعات السلام عليكم ودخل عليكم بالصحة والسلامة والتيسير. مرحبا ألف مرحبا بكم معنا في الموديل اللي كتواجد 24 زنقة بن نفيس معنا غزالة بريستيج. الله يحفظك أخويا. اعملوا لاشين ديالنا لايك وحنا معاكم ديما بالجديد. أكيد ديما الجديد وتبارك الله ما شاء الله. اليوم موجد لكم موديلات واعرين البنات غير وجدوا شي كويس ديال أتاي وحطوه وبداو الفيديو ياك أخويا يوسف. تفاعل الله أكيد بارطاجي أختي باش كلشي تعمل فائدة لي. مرحبا ألف مرحبا. نبداو على بركة الله بأول موديل. نبداو على بركة الله بأول موديل أخويا يوسف ديما الجديد ديما دائما مستمر. دائما مستمر شي مستمر. ايه ندوز اخويا نشوفو الموديل هذا. راه برا شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله الكاليتي دائما دائما ما يوصل الكاليتي. هاي مازال والله يلاه جات تبارك الله السلعه ديال الزباليونات. كنا صوروا البارح ما بغيناش نصوروا على قبل السلعه ولا كنا كنتسناو السلعه. داكشي علاش عطلنا على المتتبعات ديالنا راه كيتسناو كيسولوا. مرحبا الف مرحبا. بالنسبه لهادو راه تما الجمله فيهم دابا العدد العدد كاين كيف العاده دائما تبارك الله. باش كيعجبني يوسف البنات انه كيجيب تبارك الله الكونتيتي يعني ما كايناش اللي غتجي وما تلقاش مثلا القياس ديالها او لما تلقاش. الحمد لله السلعه ديما كيجيبها ديال هاد السيمانه اللي دازت يقولوا لي سمحوا لينا والله على تليفونات الزافيشور سبحان الله عليهم جوج والله القاسم. المهم العطاء خارج عن الاراده راه كان تهرس لهم التليفون داكشي علاش الناس اللي كيعيطوا ما كيجاوبهمش راه على هذا المشكل هذا. دابا ان شاء الله راه ما كاين حتى شي مشكل غيكون. وبالصحه بالصحه والراحه نشريو الحلوه نشريو التليفون كلشي زين كلشي زين. ديما الهوته ديما الهوته 100 درهم ولا رجع اخويا وري علينا. ها انتم هاد الصنداله البنات تبارك الله ما شاء الله خدمه ديال سباليون ماركه ديال سباليون غير ب 100 درهم. 100 درهم ندوزو نشوفو سلمى كتبلا بلاتي ما تزرمش كتبلا من 37 ل 41 من 37 ل 41 تبارك الله فاتها ل 41 زوينه بزاف وخفيفه. هادي تمشي بها للبحر تعيد بها تغسل بها تسبن بها تشرب تمشي بها للحمام تفرك سبان اللي بغات. مزيان والله الا مزيان التسميله ديالها فهمتيني ولا لا فليكسيبل بومبي وتبارك الله زوينه زوينه بزاف. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للناس اللي على التحكي بالنسبه للناس ديال كازا من الاحسن يجيو للمحل يقيسوا. علاش؟ اكيد دابا مشكله بزاف مع الناس ديال المدن كيطلبوا بحال دابا مثلا 38 كتبدا ب 38 كتجي صغيره خاصهم يسيفطوا لك عاوتاني. دونك شكون كيضيع؟ هما اللي نسيتو كيضيع بصح. المهم كيوليو مخلصين. بحال كنلقاو معاهم ديزارونجمون غادي يجيو بخير صراحه كنلقاو حيت كل موديل والقياس ديالو يعني كاين اللي كيكون موديل كيلبس كاين الموديل اللي كيكون شويه طاي ديالو صغيره. بالنسبه للناس ديال كازا من الاحسن انا كنقول من الاحسن حتى انا كنقولها ديليفري لنا صيفطنا لهم بعد المرات
الليفري الا جات صغيره ولا كبيره خصها عاوتاني يمشي ويجي كيزق حاسب عليها الليفري واش بصح النيت لا من الاحسن يجيو يقيسوا شوفوا تبارك الله كاين لي شوا اكيد المحل عامر البنات راه تبارك الله راه ما شاء الله راه بحر بحر ما شاء الله مرحبا يلا نشوفوا سلوى لابسه لينا ها انتم البنات كيفاش كتجي من البوسه ما شاء الله كتجي رائعه في اللبسه البنات لبسنا لكم البيج دوري اصلا ما نشوفوا الابيض حتى هو ها انتم شوفوا لي الابيض كلشي خشي على الابيض واللوينات البنات اللي فيها وما هادو اللوينات تبارك الله ما شاء الله شوفوا اللوينات غزالين صيفيين وها هي البنات من البوسه جيو اختي كازا صحاب كازا جيو مرحبا بكم المحل اللي كيتواجد في المعارف زنقه بنو نفيس اون فاس مع لابوغاتواغ لا كولوم الناس اللي خارج كازا سكرين اختي اللي عجبك ومرحبا بكم وتواصلوا مع الارقام اللي في الفيديو وانتوزوا الموديل اخر دوزو التفركيس اخويا يوسف دابا شوفوا ليا هذا نفس الموديل تقريبا اللي شفناه نفس الموديل صوف كوزيده فيه فوالا هذا البزيم هذا كي كنقولوا في الدوغي شوفوا ليا تبارك الله البنات هذا نولي في هذا الموديل ماشي هو اللي كيف هذاك الموديل يعني حتى الالوان مختلفين هذا فيه البيض وفيه هذا الماغون النوار وكاين هذا الغوز هذا الغوز بيبي الوين الوينات غزالين صيفيه خاصه كيكسيوات هذاك الشيء كيكونوا عاوتاني شحال حاجه كتكون مفتوحه صح باش كندير الوينات مفتوحين مي هادو راه زوينين طبيعيين اكيد تما القياسات من 37 41 ولكن هادو ب 130 هادو ب 130 انتم البنات السامبل 100 درهم وهذه اللي فيها البزيم هكذا مفركسه عاوتاني على الاولى هو البنات والله ما كندير لي 100 درهم ولكن راه السلعه غاليه هذاك الشيء اللي كاين يعني صراحه كيدير لكم اثمنه زوينين والله يا اختي السعر غالي من بلاصه هذه في بلاصه اخرى البنات انا متاكده غتاخذوها ب 200 درهم وتقدروا تلقاوها اكثر جيو اختي عند يوسف خذوها يعني خذوا الكاليتي انا اللي نضمن لكم على ضمانتي انا يعني الكاليتي تبارك الله داك الشيء توب ما شاء الله عليه وبشهاده الناس اللي خداو انا يعني حتى الناس انا كنشوف من الناس اللي كياخذوا تبارك الله كل شيء الحمد لله ساتيسفي بالناس اللي يجيو عندنا هنايا بارك الله فيك اخويا ندوزو نقيسوها حتى هي شوفوا لي البنات احنا لبسنا لكم الماغون شوفوا لي الماغون كيفاش كتجي هذه كيف قلنا هذه كتجي فيها هذاك البزيمات بالدوغي كتجي رائعه البنات شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي النوار شوفوا لي تبارك الله جاتك غزاله سلمى ما شاء الله ها انتم البنات شوفوا لي اللوينات اللي كاينين فيها اللوينات غزالين البنات خارج كازا سكريني ودائما والبنات ديال كازا اجيو مرحبا بكم في المحل ندوزو دابا اخر ما كاين شوفوا ليا في الارميس ها انتم شوفوا لي هذه كتجي الخاص ديالها الاولى اللي كنا درنا في الفيديوهات ديال فرنسا ديال فرنسا هذه ديال البلاد هذه ديال البلاد ديال البلاد كاين حاجه مزيانه بثمن مناسب اكيد حنا دائما عودناهم على الثمن المناسب والكاليتي هذه اهم حاجه عندنا من 37 ل 40 من 37 حتى 40 ولكن كنظن كتلبس لان في هذاك السكراش يعني كتشد العبار ديال الرجل زوينه بزاف 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 هذه درنا لها 180 درهم واو شوفوا لي البنات لاسوميل ديالو كي دايره شوفي لي ها انت زوينه الخدمه الفينيسيون الخدمه زوينه طوب تبارك الله 37 40 فيها اربعه ديال الالوان فيها اربعه ديال اللوينات ندوزو نشوفوها ملبوسه وها انتم البنات كيفاش كتجي في الرجيله هذه البنات راه كتلبس حتى اللي رجليها عامره راه كدير لها سكراش على حساب ديال لاطاي ديال رجليها شوفوا لي النوار كيفاش دايره كتجي غزاله في اللبسه صراحه دوري لينا سلمى نشوفو في البيج ها انتم البنات كيفاش جات يلا البنات سارعوا سارعوا قبل ان نفاد الكميه هذه فيها الكميه خويا يوسف فيها الكميه فيها الكميه شوفوا لي اللوينات فيها 50 بياسه دونك تبارك الله يعني كاين 20 كيلو في كل محل يعني راه قولوا شوفوا لي البنات اللوينات اللي كاينين فيها وندوزو موديل اخر وصلنا لداسيا دوستر هذه اللي سمى لينا خويا يوسف بحكم انها تبارك الله هذه اقتصاديه سميتي عليها ياك هذه اقتصاديه على الجيب وتبارك الله كتمشي مع كاع الاعمار كاع القياسات 50 عام لبسه هذه لبسه كتجي مع سبحان الله والراحه البنات هذه مريحه مريحه عاودنا عاوتاني هذه راه كتجي مع الصباح كتسالي بها الشيء تبارك الله كتدوي لان هذه كتمشي بزاف المهم حنا دائما كنركزوا على اننا نبينوها لكم فوالا هذاك الشيء اللي كاين حيت كاينه السلعه اللي كنعاودوها في لي فيديو
لان الناس كيبغيوها بزاف كنبغيو نبينو بلي راها كاينه يعني باش كنذكرهم لان تبارك الله مطلوبه بزاف داكشي علاش كيعاود يجي بها اخ يوسف هادي خويا القياسات بين من 37 ل 36 من 36 ماما دايره من 36 الناس اللي كيقولوا لي علاش حقرا عندنا اختي هاي 36 لا الحمد لله 36 قداو غلط الحمد لله داكشي اللي بغينا 36 ل 40 40 لوينات ازرق كامل نوار الباج ازرق والكامل الانوار والثمن اخويا 130 درهم اقتصادي على الجيب ندوزو نشوفها من البوسه ها انتم اختي شوفوا لي كيفاش كتجي في اللبسه لبست عليكم سلمى ها هي شوفوا لي كامل كيفاش كتجي البنات دوري سلمى نشوفوا الباج ها انتم البنات شوفوا لي الباج حتى هي كتجي غزاله في اللبسه كيف ما قلنا هذه كتمشي مع جميع الاعمار وبالنسبه لي كولور ديالها هما هادو كاين فيها اربعه اللوينات تبارك الله الناس ديال كازا جيو اختي مرحبا بكم قيسي والناس ديال خارج كازا سكرينيو اللي عجبتكم ودوزوها في لا كوموند في الرقم اللي في الفيديو تواصلوا معاهم بالنسبه للي بغيزها انت غتحبس اخويا يوسف الجمعه غدا ان شاء الله اذا الجمعه المهم بالنسبه للناس اللي غيبغيو يدومونديو ان شاء الله ورا العيد واش واقف عليها في الكازا تبقى في الصلاه فوالا اها خليو حنا ديما الاختيار كيبقى ديما المشاهد هذاك الشيء اللي كاين هادشي الجديد اخويا يوسف اش هادشي اخويا تبارك الله شوفوا لي تبارك الله هادي دوك العشاقه اللي تبارك الله الذواقه شوف دابا الكليان راه فيه وفيه كل واحد والعين ديالو الخطر ديالو واش كاين هادشي اللي كاين بصح دابا الكومبونسي حنا ديما خدام صراحه الله كومبونسي كيبغي سورتو في الصيف كيمشي بزاف لان كيكون مريح في اللبسه حتى في الشكل في اللبسه كيعطي واحد الشكل زوين كيكون عملي وايداري ولي فاكونس ولا مارش كيمشي بارتو فوالا هذه بالنسبه لهذه راه يلاه جات اياه ها انتم شوفوا لي البنات واعره القياسات اللي فيها خويا من 36 ل 41 من 36 ل 41 الثمن هذه ماما حنا دايرين لها 350 اللي بغاها من المشاهدين ديالك تقريبا 300 درهم من 350 هادو الناس اللي خارج الفيديو الناس ديالنا المتتبعات ديالنا ب 300 درهم ولكن كنهضروا على شي حاجه اللي كاليتي بلا ما نهضروا ملي كنقول لكم شي حاجه عند يوسف الا كاليتي البنات حنا كنحاولوا نديروا شوف نديروا شي حاجه رخيصه تكون كاليتي ماشي حاجه اللي غاليه وعاوتاني كنحاولوا نديروا لها بخي نديروا لها ثمن مناسب هذاك الشيء حتى فحال دابا كتشوف حدا ما كاين تاخذ بجوج صح 100 درهم هذاكشي اللي كاين بصح 100 درهم سي تري انتريسون ولكن لا كاليتي اكيد لا كاليتي شوفوا لي تبارك الله الخدمه ديالها كيفاش دايره لا فينيسيون ديال برا بطبيعه الحال ديال برا الله راه مطالع حنا كنديروا جهدنا بكمال الوجه هذاكشي اللي كاين اخويا الحمد لله عندك الباش وعندك البيض وعندك النور ودابا غادي نقيسوها باش نوريو نشوفوا سلمى لابسه علينا وها انتم البنات كيفاش كتجي ملبوسه البنات كتجي واعره هذه في اللبسه ديالها ما شاء الله هذه الباج اللي لبستها لينا سلمى دوري سلمى نشوفوا البلون شوفوا لي تبارك الله عشاق كومبونسي ها انا اختي شوفوا لي اللوينات اللي كاينين فيها ثلاثه ديال اللوينات كاين فيها البلون والباج والنوار بنات اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها بالنسبه للناس اللي خارج كازا والناس ديال كازا جو مرحبا بكم ها انا البنات شوفوا لي عاوتاني الجديد اللي جاب لكم يوسف اليوم نهار ديال التبرع شوفوا لي الجديد خويا شفتي طوب ديال الصناده ما شاء الله كاليتي واعره واعره هادي عاوتاني حتى هي موس ياك حتى هي موس من الداخل هنا من الداخل البنات موس ملي كنقولوا موس راه كتكون رطبه في اللبسه يعني كتنزل للرجل رطبه بزاف رطبه غزاله الصناده زوينه الله يعمر لها هذاك الشيء اللي كاين شوفوا لي اللوينات فيها كامل وفيها البيج وفيها شكل البيج واعره وعاد كاين نوار تبارك الله ما شاء الله داكشي علاش قلنا ما بغيناش نصوروا البارحه اليوم جديد اكيد اخويا اكيد لا قلنا الجديد حتى نصور حاجه مزيانه طبيعه الحال كدير 250 درهم في الماس شحال تبقى لينا 230 درهم يلا المتتبعات يستاهلوا لينا يستاهلوا البنات 37 40 من 37 حتى ل 40 وسلمى راه كتلبسها لينا ندوزو باش نشوفوها ملبوسه خليكم معنا انا البنات كيفاش كتجي في اللبسه واعره ما شاء الله شوفوا لي تبارك الله هانتوما عشاق النوار شوفوا لي الباج حتى هي البنات شوفوا لي الباج هادي البنات راه تلبسيها مريحه في اللبسه ديالها حتى بالنسبه للناس اللي كيديرهم الظهر راه
يعني شي حاجه اللي كونفورتابل في الخدمه الخروج لكل شيء. باش تعرف مزيان تعرف فهم لي طالون ديالها من الصالون. من الصالون فوالا شتيني مي 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 زعما ما يعوجوش لها رجليها في لاماش هذاك الشيء. شوفوا لي ثلاث الوينات مزيان كتحط الصنداله واقفه هي ما كتحرك ما والو مزيانه بزاف غزاله هاد الصنداله. شوف حنا ديما كنحاولوا نديروا لها سامبليسيتي اكيد اكيد الحجار لا غارنيتور لا حديده لا سامبل ما كاين محسن منه كيمشي مع كل شيء. ها شوف البنات شوفوا لي الطالون ديالها مرحبا شوفوا لي تبارك الله. وغندوز خويا دابا وصلنا للزو القرقاع ياك الزو القرقاع ديما ديما تبارك الله ما شاء الله واعره. ما كنحاولش نكثر على المشاهدات ما شاء الله ديال الالوان. علاش كندير لهم الالوان اللي فافوري اللي غيمشيو مع كل شيء. دابا كاع غادي كنصور كلشي لي كولا ستاندارد لبسوا مع اي حاجه بصحني زرق باسبورتو باسبورتو بيض فوالا. شوفوا لي الباج واعره واعره ما شاء الله. صنداله صنداله اختي صنداله شوفوا لي شوفوا لي صنداله صنداله طبعا لي 36 هذه فيها 36 واخيرا من 36 ل 41 الثمن اخويا 280 درهم ولكن طبيعه الحال باينه هذه راه باينه. شوف السلعه باينه باينه شي المحل قال لي 320 درهم. كنحاول الفيديو ديما نقصوا شي شويه طبيعه الحال جات غزاله بريستيج ديما حنايا فهمتيني ولا لا سيربريز اكيد فهمتي فوالا خمسه كليان كيشوف الصنداله راه هو كيقيمها بعينيه. ها انتم ما شاء الله واعره البنات. هذه ديال برا ماشي ديال البلاد. هذه ديال برا ايوا اكيد مادام برا اذا راه شي حاجه طوب ونشوفوها اكيد خليكم معنا. وهانا البنات كيفاش كتجي صراحه هذه رائعه عجبتني بزاف ما شاء الله. قولوا لي نتوما في لي كومونتير واش زوينه ولا لا البنات. كتجي رائعه يعني للمناسبات حتى الخريجات يعني لان الطالون ديالها كونفورتابل البنات تبارك الله. شوفوا لي الباج صراحه واعره. عاودوا لنا النواغه سلمى شوفوا لي موديل واعر البنات والله الا موديل واعر. شوف انا علاش كيعجبني دابا هادشي اختي غزاله سيكو كنعطيو احسن ما كاين في السوق. اكيد اكيد شوفوا لي اللوينات البنات كاين جوج اللوينات قلنا القياسات من 36 حتى ل 41 حتى ل 41 يعني اللي رجليها صغيره تلبس ولا رجليها كبيره تلبس. هاد الموديل هذا تصرنا فيه بزاف باش كنا في الاول الفيديو كنا بيناه في برشا سيدي عثمان وخدم لينا لقى اقبال كثير اكيد غنعاود نجيبو كونسي زوينه عاود تجبتو الصراحه. شوفوا لي ولكن الصراحه يستاهل يستاهل ما شاء الله لا فينيسيون. شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره ما نهضروش عليها واللوينات هذا تبارك الله فيه لي كولور فيه لي كولور فيه لي كولور كلهم اللي يمشيو مع كلشي مع كلشي. كنقول لك انا ستوندار ولا ستوندار فوالا زوينين هادو واعرين اكيد اكيد 180 180 درهم. القياسات اخويا يوسف هادو كيبداو من 37 ل 41 من 36 37 ل 41 من 37 37 ل 41 وغير 180 درهم. وكنطلب المشاهدين ديك يدعموا القناه اكيد زوينين الله يجزيهم بخير وشكرا على الدعوات ديالكم وندوزو لقيسوا اكيد يلا ندوزو نشوفوها ملبوسه. ها انتم البنات تبارك الله كيفاش كتجي في اللبسه ديالها اكسبريس المبعد مرات كيعطيو الموديل ماجله دابا هي رقيقه باش الناس يعرفوا فهمتي بلي راه باقا عريضه فوالا يعني اللي لباسه راه يعني مازال اللي رجلها عريضه راه غتجي. هذه شحال سلمى شحال كتلبسي؟ 39 تبارك الله 39 تلبس 40 يعني ال 40 ديالها تلبس 41. دوري نشوفوا اللوين الاخر شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. ها نتوما البنات يلا اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها. كنهضر على الناس اللي خارج كازا الناس اختي ديال كازا جيو اختي المحل وشوفوا بعينيكم تبارك الله المحل عامر بالموديلات تبارك الله. كاين لو شوا بزاف يعني جيو قيسي ودي اللي عجبك البنات وندوزو الموديل اخر. غندوزو دابا الموديل لقى اقبال كبير وعجبكم بزاف. هاو جاب لكم في تبارك الله موديلات كثيره شوفوا ليا. ها نتوما هذا بالحجر هذا استخاص داكشي يعني ديال السميله حاضره وهذا السميله كومبونسي كاين فرق في السميله شوفوا ليا كاين فرق في السميله اكيد شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله. هذا خويا القياسات من 36 ل 41 من 36 حتى ل 41 36 ها نتوما من 36 ما عشاق الناس اللي كيلبسوا 36 حتى هما راه كاين. وبالنسبه للثمن اخويا يوسف 250 درهم ديال فرنسا هذه المهم اللي جات عند يوسف تقول لي عطيني صنداله ديال فرنسا هيات باينين باينين اكيد اكيد كما كيشاهدوا معنا هذا عندنا فيه البيض والارجونتي والنوار وهذا عندنا فيه البيض والبيج والنوار فوالا. ندوزو نشوفوا سلمى لابسه لينا
وها هي البنات شكيل كيفاش كيجي في اللبسه. هذه المحذوره لبسنا لكم المحذوره البنات كيفاش كتجي تبارك الله غزاله ما شاء الله. هذه فيها كاع لوينات تجي لك مع كسيوات في اللون اللي كان. ها انتم النوار ديالها يعني كيف ما كنتي لابسه الكسيوه غتجي لك معها. ها انتم البنات شوفوا لي اللوينات اللي كاينين فيهم. وهذه البنات راه شكل ثاني، هذه اللي عالي شوفوا لي كيفاش كتجي حتى هي في اللبسه ديالها. ها انتم البنات دوري سلمى نشوفوا الموديل الاخر، شوفوا لي اللوين الاخر. ها انتم وهذو اللوينات اللي كاينين فيها، فيها البيج وفيها البيض وفيها النوار وفيها النوار. هذا البيج شي كيدير اها البيج فيه بحال الصومو، بحال الصومو فوالا. وهذا النوار والنوار كتجي بالعقيق وبلي زيستراس وبالحجيره تبارك الله شوفوا لي كتجي رائعه صراحه. هذه صندالة واكسسوار الصيف هذا واحد خاصو يتبرع هذاك الشيء اللي كاين. خليكم معنا. هذه محبوبة الجماهير. أييه هذه محبوبة الجماهير شوفوا لي. كومبونسي وقومة. قومة. كومبونسي وقومة. ها انتم البنات هذه كتجي فن في اللبسة. وكتجي مع كل شيء، تلبسيها مع كسيوات مع سريولات كل شيء. صندالة بعقلها. صندالة بعقلها. شوفوا لي تبارك الله. هذه راه كنا هضرنا على فيديو اللي داز، هذه اللي كانت 250 درهم على 180 درهم. 180 درهم ما بقاش 250 درهم اليوم. اليوم أييه شوفوا لي 250 اليوم غير 180 درهم. 180 درهم. القياسات 37 الربع. من 37 40 37 40 وسلمى دابا غادا تقيسها اكيد. يلا دوزو شوفوها ملبوسه. وهاي البنات حتى هي لبسناها لكم شوفوا لي الكاميل ديالها كيفاش كتجي. دورا سلمى نشوفوا الاخرى. ها انتم ليا شوفوا لي البرونز عشاق البرونز واللوينات اللي كاينين فيها. وما هذو البنات اربعه ديال اللوينات تبارك الله لون كاين سيفلون ما شاء الله. وندوزو الموديلات اخرى. هذا الجديد اخويا يوسف. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هذه بالدونتين واو خطيره عشاق الكومبونسي بانوا عندنا. شفتي جوج لوينات هذه الكحل والبيج هما اللي كيمشيو مع كل شيء. شوف يا كاش كنقول قبيل عندي كوميكولا سامبليسيتي. هذا عندي فيه جوج موديلات، عندي هذا الموديل وعندي هذا. اييه شوفوا كنا هضرنا على هذا. اييه اها قبل كثير وتا هو عجبهم الموديل هذا اللي كان مشاف بزاف. شوفوا لي اللوينات اللي فيه حتى هو اليوم جبناها في الدونتين. هذا وجبنا هذا وجبنا هذا شوف كيدير. شوفوا لي تبارك الله الصنداله كيدير صنداله نيت صندالة. شوف كيف كانوا متبعات راه كاين لو شوا من الاحسن اكيد كاين لو شوا. تجي للمحل اختي والله قاسم طبيعة الحال راه كيف ما كنقول لكم تجي للمحل كتلقاي بلوس دو شوا اكيد. هذا ما تقيسي 37 وما تجيكش تقري 38 يعني ديك الساعات غتقيسي غتاخذي قياسك وعبارك غتلقايه ماشي بحال الا صيفطوها لك يعني كتكون لي تقدر ما تجيكش تقدر تجي كبيره تقدر تجيك صغيره ف فوالا سي صح. هي من الاحسن تجي للمحل تقيس من الاحسن يعني من الاحسن. علاش حتى الا جيني مثلا الموديل وما لقاتش النوع ديالها غتلقى واحد جوج ديال الموديلات اللي حسن اكيد بصح نيت يعني ما لقاتش في هذاك غتلقى موديل اخر يقدر يعجبها شي موديل اخر. هاي البنات لبستها لكم سلمى شوفوا لي هذه ديال الطونطين البنات واعره واعره شوفوا لي تبارك الله. هذه الجديد كيف ما قلنا. بالنسبه للقياسات اخويا يوسف ما قلتيش انا القياسات 36 41 فيها 36 من 36 41 والثمن اخويا يوسف 280 درهم ولكن صنداله كاليتي وكل شيء تبارك الله. راه كما كنقولوا لا كاليتي ساسبي كتخلص حتى هذاك الشيء اللي كنديروا حتى حنايا كامل كله كاليتي غير حنا كنحاول ما امكن نصبروا حقنا باش نخدموا التبعات ديالك ضروري تهلا لينا في التبعات اخويا. مرحبا اخويا مرحبا. اكيد جايين المناسبات وجاي العيد كاين اللي كيبغي هكا صنيدلات تبارك الله. شوفوا لي هذه البنات ان شاء الله مرة عيد العراسات. العراسه توجد لي اخويا الصنيدلات المناسبات واصلا راك داير لنا اليوم دايرين سولد خطير في لي صندال ديال ان شاء الله. ان شاء الله خليكم معنا البنات اليوم كاين سولد واعر. شوفوا لي هذه تبارك الله كاملين موديلين زوينين. هادي ديال برا ديال برا باينه من تشوفها باينه شوف سيري حنا درنا شمره الفيديو ديما كنديروا حنا استعداد اكيد ديال برا 90% استعداد طبيعه الحال. مرحبا مرحبا 36 41 الثمن 280 درهم عوا 350 اكيد 280 درهم 280 درهم وندوزو شوفوها ملبوسه اكيد طفره باينه. هذه كاع ما نشكروها باينه وشاكله راسها. هي الصوره دابا تبسها سلمى وصوره مشي عاد غنشوفوها كيفاش غادي تجي. وهنا البنات شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كتجي رائعه في اللبسه
يا الله اختي اللي عندها شي مناسبه حتى العريسه تجيو اختي مرحبا بكم. شوفوا ليا رائعه رائعه ما شاء الله. شوفوا ليا تبارك الله خلاص اللي رجلها عامره راه غتجيها واعره. شوفوا ليا تبارك الله ها نتوما البنات كاين فيها كي قلنا جوج ديال اللوينات اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها والناس ديال كازا جي اختي وقيسي مرحبا بك. بالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو راه جديد هذا ديال الفروسي يا خويا انا سميتو لان الشكل ديالو فوالا هذا لي قبال هذا السميل البنات شي حاجه رطبه 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 بعدا في اللبسه البيض بالبيض النوار بالنوار بيج بالبيج كيف معودتينا لا كلاس لا كلاس زوين ونقي. شوفوا لي تبارك الله بالنسبه لحنايا اختي غزاله كنحاولوا ما امكن نجيبوا احسن ما كاين باقل ثمن اكيد الكاليتي راه قلت لي انايا فيديو ديال 19 درهم لا لا 40 درهم شوف ديك لا كاليتي وحاجه مزيانه اكيد تمشي مع راسك الجديد مش اكيد وسلعه نقيه ها انتم تبارك الله السلعه شاكرة راسها وداويه على راسها بلا ما نهضروا حنا ونكثروا الهضره نعاودوا للمتشبعات ديالك باش يديو احسن ما كاين باقل من اكيد حنا كيف ما قلنا في الفيديو الاول الهوته في الكاليتي وهذه ما كايناش يعني راه شوف كيكون كيكون شويه ديال الاحتكاك ولكن كي ماشي عند المشكل كيكون عندنا حنا لانك تنفس راسك انت كتنفس راسك فوالا سمعي الحمد لله الحمد لله لا تبارك الله عليك اكيد اخويا راه مبرعينك متتبعات تبارك الله بالدعاوي كيدعيو معاك الله يقاسم الله يسلمك ولا لا يخطم علينا وتبارك الله الامهات ديالنا اللي كيبقاو يدعيو معنا في الفيديو الله يسهل عليكم حتى نتوما وشكرا كتفرحونا والله الا كتفرحونا صراحه اكيد مرضيه بارك الله فيك اخويا اللي خطيك حتى انت مرضي اه الله يودي الحمد لله الحمد لله رضا باش واقفين اخويا 37 40 150 37 40 150 150 اه قال لكم حسين راه فات 41 يلاه البنات متتبعات ما كاين بس ماشي 37 41 سلمى اجي اختي نشوفوها ها انتم شوفوا علينا ملبوسه شوفوا الوينات بعدا اللي كاينين فيها زوينه تبارك الله غزاله صراحه وشوفوا لي البنات ها انتم كيف في هذا الفيديو اختي غزاله الموديل كديروا سامبل وزوينين دوري الموديل سامبل وعاطي العين وزوينين صراحه كيف ما قلنا فيها اربعه ديال الوينات وغردوا اكيد جميع الاذواق وشوفوا لي عاوتاني هذا الموديل هذا اللي طلبتوه عاوتوه ها هو هذا واعر عاوتاني نزيدو على الداسيا تا هو نزيدو على الداسيا لان الصراحه هذا كلشي كلشي كيبغي ضروري يكون عند اي بنت ديال الصباليون ها ودائما الخدمه والكاليتي ما نهضروش عليها تبارك الله لاموس شوفوا لي في البيسه كيجي رطيبه ما كيضر ما حتى شي حاجه تبقاي لابسه نهار كامل كاين فيه جوج تشكيلات كاين فيه الدان وكاين هكا سامبل بالنسبه للثمن ديالو كما قلنا كان 250 180 درهم 180 درهم والقياسه التبيعات ديالنا راه نفس السلعه اللي كاينه هنا راه كاينه في مارجي دي سيدي اكيد نذكروهم مرحبا بها اللي بغات تجي لهنايا راه مرحبا بها اكيد بالنسبه للعنوان ديال المحل الاخر مهرجان ديال الهراويين الهراويين ايد الموضه دخلوا مع الباب سيرو نيشان حتى انفاس مع لي كيس حدا واحد الجامع ديال مرجان صغير اييه اللي باغا تشري الحوري تما جيتو مرحبا وكاين ليه ميزات البنات باقي ما لحشيكم الميزات نسيتو الصراحه البنات غنوريكم واحد الميزات صورتهم لكم مع الاخ يوسف حتى تشوفوا ملي نلوحو لكم ضحكنا ديك الجوله ضحكنا بزاف خليها لي مفاجاه شوفوا ليا شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله من 37 40 من 37 40 ثمن 180 درهم شوف الرخل رخله هذاك تلقى في يد الله وها هي البنات حتى هي لبسناها لكم باش تشوفوا دائما في اللبسه كيفاش كتجي الحاجه ملي كتشوفها بعينك ماشي بحال ملي كتلبس ها انتم البنات شوفوا ليا البرونز كيفاش كتجي ها انتم واللوينات هذه في السامبل شوفوا ليا وكاين هذه ديال الدال وهذه ديال الجلد وندوزو الموديلات اخرى دوزو المحبوبات الجماهير هذا البنات اللي ما كاينش شي بنت اللي ما عندهاش وما كتبغيهاش هذيك واعره السوبل واعره بزاف رطيبه في اللبسه ديالها شوفوا ليا كومه دائما هذاك الشيء اللي كاين اها كتبدا من 37 40 من 37 40 40 زوينه هذه والثمن 150 درهم ها انتم
ندوزو نشوفوها ملبوسه. مرحبا الف مرحبا. شوفوا لي البنات كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. ها انتم هذه كيجي فيها جوج لوينات الماغو والنوار. دورا سلمى نشوفوا الاخرى. شوفوا لي ثاني هذه كتجي فنه في اللبسه البنات. شوفوا لي تبارك الله تجي هكا مع الكسيوات كتجي كتحمق. واللوينات ديالها هما هذو البنات. يلا اللي عجبها شي لون تسكريني وتواصل مع من الارقام اللي في الفيديو. والناس ديال كازا دائما تجيو من المحل اللي كيتواجد في المعارف زنقه بنو نفيس اون فاس مع لا كولوم مع لابوغاتوار لا كولوم. وخليكم معنا وندوزو لهضره اخرى. خويا يوسف ما يمكنش نكملوا الفيديو بلا صولت اكيد. الصوت كما العاده ضروري معودين على الصوت في الكاليتي ياك. باش غنبداو درنا اليوم صديد بغيت تشوف وحده ب 188. اييه ما بقاش يوم العدد كثير هذا الشيء اللي بقى فيهم. ها هو غير تذكير صافي مازال 100 درهم البنات. شي حاجه راه واعره. شوفوا لي الكاليتي كيفاش دايره. شوفوا لي السميله زوينه هذه واعره هذه خطيره ما شاء الله البنات. هذه واعره كاين الزرق ديالها كاين الخضر في هذا الموتيف هذا حتى هو. وتحيه للناس اللي جاو خداو منا وعجباتهم. ها انتم تبارك الله غزاله ما شاء الله. ها هما الوان ديالها عاوتاني تاهما. شوفوا لي كاين فيها شكيلات هذه. فيها شكيلات 100 درهم و280 درهم. شوفوا لي تبارك الله وكاين هذا حتى هما واحد المفاجاه. خليكم معنا والمفاجاه ديال الحلقه ديالنا اليوم. هادو صنيدلات ديال المناسبات ديال تركيا. شوفوا غنبداو لكم بهذا الموديل اللي كانوا ب 320 درهم هذه هما 130. اليوم اليوم 100 درهم. صنيدله البنات ديال المناسبات اليوم ب 100 درهم. شوفوا لي الصنيدله هذه البنات 100 درهم. شوفوا لي ها انتم ورينا خويا شكيلات. شوفوا لي مية درهم. مية درهم. شوفوا لي كاين نوار ديالها. ها انتم هادشي كله 100 درهم تبارك الله البنات. ديال المناسبات. شوفوا لي ولكن سندرة سندريلا ماشي شي حاجه كثيره سندريلا اكيد. المهم هاد الكميه اللي كتشوفوا فيها البنات تبارك الله راه فيها كاين تقريبا شي 40 الى 50 بياسه حتى هي 100 درهم 50 بياسه البنات تبارك الله ما شاء الله. شوفوا لي شوفوا لي سندريلا ها انت السميطه ديالها مسائل ديالها. شوفوا لي تبارك الله كاين هكا بحجيرات كاين اللي كتبغي تبغي شويه هكا تاهي. شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله. يلا اختي اللي عندها الدار تجي اختي تاخذ. شوفوا لي الصبيبيطه واش كنقول لك كاين يجي الماحل. اجي اختي قيسي وعزلي اللي بغيتي بصح نيت. شوفوا لي راه مغبرين شويه لانهم كانوا خارجين على برا البنات. شوفوا لي ها انتم الهوته الهوته هذه الهوته ديال اليوم البنات تبارك الله. كاين موديلات كثيره كاين تبارك الله. اجي اختي وبقشي مع راسك. مرحبا الف مرحبا وعزلي اللي بغيتي. 100 درهم هذه كيديرها. شوفوا لي حتى تصباط البنات. ولكن واعره خويا هذه تايره مازال فيها 100 درهم. يلا زيدوا اختي ما بقاش 100 درهم. شوفوا لي هذه البنات واو واو واعر 100 درهم تبارك الله ما شاء الله. البليغه حتى هي غندوزو دابا للبليغه. خليكم معنا يوسف العيد جاي ما درتي لنا شي برومو في مناسبه العيد البليغه. شوفوا لي البليغه محبوبه الجماهير لقات اقبال كبير تبارك الله. ما بقاش فيها بزاف انتم ما بقاش فيها بزاف البنات. 100 درهم ولكن البنات راه شي حاجه الطوب الحجر ديالها. انتم شوفوا لي نقرب لكم. شوفوا لي الحجر كيفاش داير. 100 درهم شي حاجه اللي واعره. لا ماتير ديالها كلها زوينه. 100 درهم سباليون البنات لا ماتير ديالها. شوفوا لي هذا البنات واعر واعر ما شاء الله. شوفوا لي 100 درهم ها انتم الباس كاين الكامل ديالو. شوفوا لي تبارك الله كيديرها نقيه السلعه نقيه وغزاله تبارك الله البنات. هذا هو زوين جا اختي قيسي وعزلي اللي بغيتي. شوفوا لي 100 درهم. انا نوريكم سلمى لابسه هادو اكيد. سلمى اختي اجي نشوفوا سلمى لبسته لينا باش نشوفوا كيفاش غادي يجي. ها انا اختي شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كيجي رائع في اللبسه اختي. هذا 100 درهم. يلا شوفوا لي الاخر. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. شوفوا لي تبارك الله البنات 100 درهم. هادشي كامل اللي كتشوفوا فيه البنات ها انتم 100 درهم. سواء هاد السامبل هذا سواء هذا اللي كيجي بحال الرخام بحال دابا كيبغيو دابا ياخذوا الناس اللي كاينين كيبغيو يصافي كيما يقول لك هذو الاكل. اي جاي خذي بصح نيت اكيد. هذيك البلغه 100 درهم سليبه الصوالح. يلاه كلشي اليوم 100 درهم كلشي 100 درهم. يلاه صراحه الروعه روعه تبارك الله والله العظيم البنات غتمينا. لا دير مخوده بالثمن البنات يعني هادشي اللي بقى راه درنا فيه ليكيداسيون. جيو استافدوا منه. عاد ندوزو نوريهم كل كوبلا ودابا غندوزو نشوفو نديرو جوله في المحل.
وتتبعات اللي قالوا لينا صوري لنا لي زيسكاربا. ها انتم البنات شوفوا لي الموديلات اللي عندهم تبارك الله، عنده داك الشراء انا بنا 450 450 درهم. ها انتم البنات الثمن كان 450 ما بقاش 450 اليوم غير 250 درهم. هذه فيها 5000 الوان اقل من نصف الثمن، شوفوا لي. وفيها الفوشيا وفيها النوار وفيها الازرق، فيها تبارك الله لوينات غزالين. ها انتم شوفوا لي السامبل، شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. فيه البيج فيه النوار تاعو. ها انتوما هذا الدال شحال الثمن ديالو؟ 250 درهم. يلا شوفوا لي، شوفوا لي هذا واعر الطالون ديالو، كان 450 اليوم غير 250 ديال فرنسا، السلعه ديال فرنسا البنات. شوفوا لي البيج اييه، ورينا خويا هادو اللي فيهم لي زيست خاص. واو واو البنات شوفوا لي تبارك الله كيغني كيغني وكيشطح هذا. شوفوا لي الوداد، ما كاينش الراجا، الراجا خويا ديما راجا. شوفوا لي الراجا البنات، شوف ريحه الوطن تبارك الله. ها شوفوا لي النواغ هذا في شكل اخر، هذا في لابوكليت مدوره وهذا لابوكليت كاغي، هذا لابوكليت كاغي وهذا لابوكليت مدوره. شوفوا لي هذا فيه الالوان، فيه الشومبان وفيه النواغ، فيه الشومبان وفيه النواغ. شوفوا لي عاد كاينين هنايا ولي صندل، هما مازال كاينين هنا، كاين حتى الدوميتالو، الدوميتالو حتى هو 250، حتى هو 250 درهم. كيسولوني البنات باغين هكا دومي طالون، شوف واو 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 شوف لي تبارك الله، هذا 300 درهم. شوف مابقاش فيه بزاف بالحق. يلا اختي المناسبات جايين، جي اختي تفركسي مع راساتك. هذه لي صندال اللي دوزناهم دابا، شوفوا لي هذا صورنا هذاك الحلقه ما بغيناش نعاودوا لهم، حتى هو قبل كبير 200 درهم، وحنا كنديروا لهم دابا جوله اللي عجبتها شي حاجه راه غادي تواصل معاكم. ها هما الناس اللي كيسولوا على دومي طالون، شوفوا لي تبارك الله كاين لو شوا. وعاد كاينه هذه محبوبه الجمال ديال فرنسا، هذه حمقتني هذه البنات فنة. هذا حتى هو الميديكا صورنا داك السيمانه 200 درهم، حتى هو اوريجين زوين. هذه راه صورناها قبيله داز الفيديو، هذه حتى هي الوالده اييه الشومبان واعر يدير لها حتى هي 150 زوينه، فيها الشومبان وفيها النوار وفيها الكاميل، هذه واعره غزاله بزاف. كاينه سميتها الماكينه ما عمر لها الدار، شوفوا لي الماكينه. الماكينه واعره لان تبارك الله لقات اقبال كبير من طرفكم وكاع عجباتكم، يعني صراحه الحمد لله البنات صراحه لقات اقبال كبير. شوفوا لي اللوينات غير باش نذكروهم اخويا، شوفوا لي اللوينات. ها انتم هذه اختي اللي بغات تبرع الوالده ديالها ديها لها، غتبقى ترضي عليك الصباح والعشيه. شوفوا لي هاي زوينه رائعة رائعة ما شاء الله، وديال المخدرة ديجا ورينا لكم قبيلة. خلاص هذيك هذي تا هي ميديكال، هذي تا هي ميديكال في اللوينات تبارك الله ما شاء الله. نوار التذكير وصافي الكامل ديالها. ندوزو نديرو جولة على حتى السبادريات البنات. ها انتوما راه عندهم هذي الشانة ديال سالات، بقات هذي السامبل اللي بقات عندنا، اللي بقات عندنا السامبل ديالها هي اللي بقات. هذه حتى هي زوينه، هذه هذا 220 درهم، هذا 200 220 درهم البنات. شوفوا لي هذه، هذه حتى هي حتى هي 220 درهم. اول بيج ديالها خطير، هذه الوحش هذه اختها لك هي اللي هنا. تبارك الله كاين كل شيء بالنسبه للبنات اللي كيقول لي سبادريات. ها انتم راه عنده هذا تبارك الله لو شوا موجود. الخير اختي، جي اختي مرحبا بك. 220 درهم حتى هما الكونفيرس 200 درهم، الكونفيرس 200 درهم. ها انتم الكونفيرس بالالوان عنده تبارك الله. هذاك البروموسيون اللي درنا ديال 100 درهم ها هي ديال السلعه ديال تركيا، هي ديال قلت لك. ها انتم تبارك الله راه باقي فيها كونتيتي هنا عندك. ها انتم البنات شوف شوفوا عما هنا، غنحاول نوريكم هكا، شوفوا وخذوا لي فكره على الموديلات اللي عندهم تبارك الله ما شاء الله. تي كله 100 درهم. يلا اختي جي خذي صندره ديال المناسبات غير ب 100 درهم، استغلي الفرصه. شوفوا لي شوفوا لي ورينا مع داسيا صافي. كاينه هذه شوفوا لي هذه، هذه 130 درهم. شوفوا لي هذه البنات، كاينه هذه حتى هي ميديكال 150 180 هذه حتى هي زوينه. راه قلت لكم راه كاين لو شوا عندي، كاين لو شوا، وما نقدروش دائما نصور لكم كل شيء لان تبارك الله المحل ديجا راه عامر البنات. كاين السامبل ديالها حتى هي 150. شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله، انا كنحاول ندير لكم خطيفه باش تشوفوا اللي عجبها شي حاجه سكرين. كاين هذا 150. شوفوا لي هذا الموديل، كاينه هذه حتى هي واعره، كنا درناها في الفيديو ذاك الاسبوع 150 درهم، فيها برومو فيها الوان، فيها ثلاثه ديال الوان. شوفوا لي كاينه هذه حتى هي زوينه فيها برومو 130.
هادي اللي وريناهم الدار قبيله، هادي الداسيه حتى هي لا عمرها الدار، وهادو خلاص ديال 150 درهم. شوفوا ليا تبارك الله المحل راه عامر، وكنبقاو نصوروا اكيد الحمد لله. في اي حاجه تخصك مرحبا، مرحبا لا لا خطك اخويا يوسف تبارك الله عليك وعلى الطاقم اللي وراك اخويا ما خلف الكواليس اخ حسين وسلمى، تحيه ليهم كاملين. والبنات وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله، اكيد نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع الجاي في المحل ديال مرجان اكيد. الى اللقاء.